اهلا بيكم. في فرق كبير جدا بين انك انت توجه اللي انت بتحبه اللي يهمك امره اللي بينك وبينه كلام وعشم الى الصح في شكله، الى الصح في طبيعه رصة سنانه، الابتسامه بتاعته، وبين انك تتنمر عليه. فرق مهول، ده فرق السماء والارض، فرق الجنه والنار. التنمر صفه وضيع. اما الارشاد والنصح وان انا اشوفك اجمل فده شيء رائع جدا. من بالمعنى دوت العالم في ناس كتير كانت مثلا بتنتقد، وتنتقد انا شايفها تنمر، ما ينفعش تنتقد. بس لو انا قلت ناصح ومحب واتمنى يبقى انا ربنا عالم بالقلوب. كان في ناس كتير بتنتقد وبتتنمر على ابتسامه رولاندينو. انتوا عارفين طبعا هذا الحريف رولاندينو كان عنده مشاكل في اسنانه، ومشاكل انا شايفها بقى من ناحيه تقنيه كمحترف صعبه، محترف نقد يعني، مش محترف يعني. المحترف بقى الحقيقي هيجي دلوقتي. لكن صعبه ليه؟ اولا التكوين بتاع الجمجمه بتاعته هو اللي خلق الحكايه دي، فكان في بروز في منطقه معينه من الفك. ايضا اللثه كان فيها مشاكل. دي مش الصوره اللي هتبين مشاكل السنان، ممكن لو شفنا صور تانية نشوف افضل. الراجل راح شوف هنا بقى بعد ما راح وبدا يظبط حاجات كتيره جدا. صرف كام بقى؟ يعني هو على فكره بلغت قيمه المصروف طبقا للموجود في صحيفه الديلي ميلي، الديلي ميلي البريطانيه، 36 ألف دولار. الرقم مخيف. وعملوا له يعني تقريبا السنتر اللي اشتغل على اسنانه عمل له أنيميشن مخصوص عشان يشرح الخطة العلاجية اللي عملها لرولاندينو. هو نفسه خلاص بدأ يختلف الابتسام. هنا بقى كانت في مشاكل، دي الصورة اللي واضحة قوي. مشاكل في حالات كتيرة هنشوفها النهاردة شبه رولاندينو وأصعب منه على فكرة كمان. النهاردة هنشوف حلولها في مصر. شوف الفرق في برضو مهم جدا ان احنا نبين ان مصر فيها ميزة جبارة، وهي فرق البرايس. ولذلك مصر على فكرة السياحة العلاجية فيها منتشرة جدا في عالم طب الأسنان. النهاردة حوار ممتع للغاية مع ضيفي العزيز الذي يبدع دائما في حواره، دكتور عبد الله متولي، أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي للأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم للابتسامة المعتمد من البي دي سي. أهلا بيك يا دكتور. ازيك يا دكتور أيمن؟ وحشني والله. أنت أكتر. قبل ما أدخل النهاردة في كلامي، إيه رأيك في رولاندينو؟ صعبة الحالة ولا سهلة؟ الحالة صعبة، بس هي دلوقتي كمان بقى يعني حتى لو كان عمل سنينه في الفترة الحالية الدنيا اتطورت قوي، فالحالة هتبقى أجمل بكتير جدا. مش معنى كده ان الحاله وحشه، يعني الدكتور اللي عالج له حالته طبعا بذل مجهود خرافي. بس لو رونالدينو عمل اسنانه في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي الحاله هتطلع افضل من كده بمراحل. هي دي على فكره صور وفيديوهات اعتقد من كام سنه فاتوا يعني. بالظبط. انا اقصد ان البروسيدور او طرق العلاج كمان بقى فيها تطور كبير قوي، بقى ممكن نطلع حالات احسن من دي بكتير. احنا عندنا بقى اول منطقه حواريه بينا النهارده بتتكلم على واحده من المشكلات اللي انا شايفها عويصه قوي في طب الاسنان، ازدحام الاسنان. اولا فهمني بس يعني ايه ازدحام الاسنان وازاي نتعامل معها هذه الحاله، تقويم ولا تجميل ولا انت شايف ايه؟ تمام. هو اولا ازدحام الاسنان معناها ان الفك مش عريض العرض الكافي ان هو يتحمل كل الاسنان، فالسنان بتبدا تركب على بعض. يعني الفك حجمه قليل وفي عدد اسنان عرضها كبير شويه، فالسنان ركبت على بعض زي الصوره اللي موجوده دلوقتي دي. دي حاله السنان، السنتين اللي في النص راكبين على بعض، اللاترالز اللي هم اللي جنب اللي في النص داخلين لجوه، الانياب طالعه لبره. ده اسمه ازدحام، يعني رسميا باين قوي ان في زحمه في بقها. حله ايه؟ حله الاول دايما احنا دكتور ايمن متعودين نقول ايه الحل الافضل والحل الانسب. الحل الافضل ده اللي هو مكتوب في الكتاب، اللي هو اول ما الحاله دي تجيلي حلها ايه؟ تقويم. اعمل تقويم. طب العيانه مثلا عندها 48 سنه ولا 49 سنه، مش عامل لها تقويم، هل في حلول اخرى تحل المشكله دي غير التقويم؟ طبعا في، يبقى ده اسمه كده حل انسب. فالحل الانسب في الحاله دي مش الافضل، الانسب اللي هو التجميل. طب ايه صعوبه التجميل في الحاله دي؟
الفك ضيق، فانت هتحضر الاسنان، هتيجي ترص الاسنان حجمها هيصغر قوي، مش الفك اصلا ضيق والسنان عريضه شويه. طب انت محتاج عشان ضحكتك تبقى حلوه يبقى في عرض معين للاسنان، ما ينفعش تبقى السنان رفيعه قوي، هيبقى شكلها وحش جدا. طيب حاله زي دي لو الدكتور حضر السنان من غير ما يكون دارس سمايل ديزاين او تصميم للابتسامه، السنان هتطلع رفيعه جدا. في حاله زي دي لازم، هي تبدو لك سهله ولكن هي صعبه جدا، يعني حاله زي دي بالنسبه لي باين انها صعبه، بس يعني تبدو بالنسبه للحالات اللي انا هعرضها لك تاني تبدو سهله يعني. لا دي صعبه قوي، انا دي صعبه وفيها تريكات كتير قوي. اه صعوبتها ان انا ارص الاسنان وتفضل في نفس عرض اسنانها، يعني انا هرص كل الاسنان دي وتفضل برضو السنان عريضه زي ما شفنا، زي ما هنشوف في الحاله بعد. السنان كلها اترصت تمام بحاجه بتقنيه اسمها الفينير، الايماكس فينيرز، دي ميكس بين الكراون والفينيرز. في 4 5 ايام الدنيا بقت كده باللون اللي انت عايزه، باسنان ثابته ما بتتشلش ولا تتحط، وهي هتفضل كده خلاص بقيت عمرها. طب في حاجه بقى بتضايقني عايز برضو اشرحها للمشاهدين بتوعنا. حاله زي دي ايه اللي مخليها تفضل كل الوقت ده بدون ما تعمل سنانها؟ ان الدكتور بيعرض عليها حل واحد فقط اللي هو التقويم، اللي هو اصلا مش مناسب ليها ولا لسنها ولا ان هي ام عندها 3 أو 4 أطفال ولا لاي حاجه، فبتضيع عمرها كله على راي دكتور ما يعرفش غير حل واحد. طيب الحاله دي قبل وبعد خدت وقت قد ايه؟ لا اعتقدش كتير، 4 5 ايام. اه اقول لك على حاجه بقى انا شايفها صعوبه، يعني كذا صعوبه في الصوره دي. الصعوبة الأولانية الحقيقة جاية من إن دي، أنا بالنسبة لي أنا هقول لك تعبير بس مش عارف إذا كان احترافي ولا لأ، وايد سمايل لاين، يعني اللاين بتاع الابتسامة بتاعها عريض جدا، فالعريض جدا ده مسؤولية. حاجة تانية أنا شايف إنها محتاجة يعني بتالي الشفة الفوقانية رفيعة جدا. لو شفنا الصورة بعد أنا عامل لك فيلر مخصوص عشان عارف إن أنت هتقول لي كده. أوبا هي نفس الحالة دي. نفس الحالة الأول في الصورة الأولانية ده قبل خالص، بعد كده عملنا تجميل للاسنان، بعد كده عشان خاطرك انت يا دكتور ايمن قمت عامل لها الفيلر ده. اه فيلر الصوره الثالثه. اه وفيلر بحرفانه يعني ما زودتش. لا هي حاجه ناتشرال قوي. بص بقى ادي بقى الاول صوره كده تهيئ شكلها، وتهيئ شكلها اللي في الاخر من غير ما تجيب وشها. دي مثلا هتلاقيها تحس ان هي حد عنده 40 سنه مثلا، والصوره اللي بعد الفيلر تحس ان هي عندها 25 سنه. اه وهي سنها كام فعلا؟ سنها حوالي برضو حاجه و40. حاجه و40. لا بس الصوره الاخيره جميله اللي هي تحتانيه خالص. بالظبط. ظلمنا يعني برضو البرايفسي بتاع العيان بتخلينا كتير ما نطلعش الوش معانا. ما مش هينفع. لو وريتك يعني الوش بتاع بيفرق كتير. هيفرق جامد قوي. اوكي. عجبك فكره الابتسامه الواسعه اللي انا قلتها دي؟ وايد سمايل. بص احلى ابتسامه في الدنيا الابتسامه البيضه العريضه. اول ما تضحك عارف الدنيا كلها تضحك في وشك، هي دي اتعمل لها ابتسامه بيضه عريضه. لو شفت الحاله فوق خالص يا دكتور ايمن هتلاقي الابتسامه ضيقه وعدد الاسنان اللي ظاهر قليل. الصور اللي بعد كده الابتسامه على فكره بقى في حاجه مضايقاني. انت يا دكتور ايمن مش دكتور سنان بس انت بتقول لي وايد سمايل. 80% من دكاتره الاسنان ما يعرفوش يعني ايه وايد سمايل اصلا، يعني مش في دماغه ان هو يعمل للعيان ابتسامه عريضه. لا انا موهوب ولا يعرف بتتعمل ازاي، دي ليها تكنيك معين. ده تصميم الابتسامه ده ليه تكنيك معين، فلازم تخصص تجميل الاسنان. العيان اللي عايز يعمل تجميل يروح لدكتور متخصص في التجميل، مش دكتور الاسنان العادي اللي بيعمل الحشو ولا الخلع ولا الحاجات دي يقدر يعمله تجميل. هيعمل لك اسنان حلوه لكن ابتسامه حلوه لا. مع التقدم في العمر بقى السن بيكبر، هل يعني ده سؤال مهم قوي، الاسنان بيحصل فيها تغيرات من ناحيه الدايمنشن من ناحيه الابعاد تبرز مثلا؟ بالظبط. انت ممكن يجي لك عيان يقول لك انا طلع لي ضب، وبيبقى كبير كمان في السن، بيبقى مثلا 50 سنه وانت طالع. لا 50 مش كبير. ماشي 50 ده صغير خالص. انا اقصد مش يعني مش عنده 20 مثلا ولا حاجه، عنده 50 وانت طالع كده، فيجي يقول لك ايه انا فجاه يا دكتور اسناني بقت بارزه قوي لبره وما كنتش كده من الاول.
فانت طبعا يعني تشك فيه. لا انت لا، هو فعلا في حاجه بتحصل هي قد تبدو ان هما ملهمش علاقه ببعض. لو انت ما عندكش دروس خلفيه او عندك مشاكل في الدروس الخلفيه وما بتعرفش تاكل عليها، فجاه او يعني مع تقدم العمر هتلاقي اسنانك برزت لبره لان انت محمل عليهم. زي الحاله بالظبط، بتيجي بنفس الشكل ده، بتيجي تقول لك اسناني بقت بتتلخلخ شويه وطلعت لبره وبقى في فراغات. دي بعرف على طول من غير ما ابص عليها، من غير ما اكشف عليها، وهي لسه ما قعدتش على الكرسي. بقول لها انت عندك دروس خلفيه؟ تقول لي لا، خلعاها بقى او بايظه او بتوجعها. فبيضطروا ياكلوا على ايه؟ الاسنان الاماميه. وربنا ما خلقش الاسنان الاماميه ان هي تستخدم في المضغ. زي الصوره دي برضو، ده نفس الشكل اللي بيجي لي لو حد عنده بروز حديث. يعني هي دي مش مولوده كده، ده بروز حصل حديثا يعني مع تقدم العمر. فدي بنعالج لها السنة اللي قدام وبنشرط عليها ان هي تعالج الدروس اللي ورا عشان ما يحصلش كده تاني. لو شفت بقى الحاله بعد خلاص، دخلنا السنان جوه تاني في 4 5 ايام زي ما اتفقنا عن طريق الفينيرز والكراونز، والدنيا اتظبطت. هل دي لو ما عالجناش الدروس اللي ورا هتطلع لبره تاني؟ ايوه هتطلع لبره تاني. فالحالات دي لازم نعالج الـ الاسنان الاماميه وبعدين نشرط على اني اعالج الخلفيه برضه. عندي بقى سؤالين ليك من نوعيه الاسئله اللي هي ايه؟ سسبنس كده، سسبنس. تمام. في مصطلح اسمه العلاج السياحي. ايه رايك في هذا المصطلح؟ وخلي بالنا واضح من كلامي العلاج السياحي ده يختلف تماما عن كلمه السياحه العلاجيه. بالظبط. يختلف تماما. الاثنين عكس بعض تماما. لا فهمني بقى. السياحه العلاجيه دي حاجه حلوه جدا واحنا نفسنا مفهومه ومفهومه. السياحه العلاجيه يعني معناها ان انت بتقدم خدمه طب في مصر للاخوه المغتربين او الاخوه العرب او الاخوه او اي حد عايش في اي دوله في انجلترا. على فكره مثلا انا لسه واحد صاحبي معالج حالات جايه من انجلترا في تخصص المخ والاعصاب، هم مذهولين من التقدم الطبي الموجود في مصر. ده اسمها سياحة علاجية. السياحة العلاجية دي حاجة حلوة جدا. زي مثلا يقول لك تركيا زراعة الشعر مثلا، دي كده اسمها سياحة علاجية. طيب ومصر على فكرة فيها سياحة علاجية، بس انتشر مؤخرا فكرة العلاج السياحي، ودي أسوأ حاجة ممكن تحصل لحد في حياته. ايه العلاج السياحي؟ العلاج السياحي ده يعني أنا بيجي لي المريض، أنا عارف إن هو مش قاعد في مصر. هو خارج مصر، أي دولة بقى خليجية، دولة أوروبية، يعني مش مصري. فبيجي بقوم عامل له اسنان، انا عارف ان هو جاي يعمل سنانه ومسافر. اوكي. فبيجي يعمل ايه؟ يقوم عاملين له سنانه كلها حشو عصب وعليها طرابيش كراونز. العيان ده بيتعرض، ده اسمه نصب. او يعني اسمه هو العلاج السياحي. انا عيان جاي لي مش عايز اشوفه تاني خلال مثلا ايه 3 4 سنين، مش عايز يعمل لي مشاكل ويقول عليا شاطر جدا. او اعمل له ايه؟ زي الحاله الصوره اللي بتجيلي في الاشعه اللي موجوده دي، كل السنان يتعمل لها حشو عصب. بعد حشو العصب او مبرد السنان بعمل لكله حشو عصب، مش اللي محتاجه ولا لا، انا بموت عصب الاسنان. طب العصب ده فايدته ايه؟ الجذور بتاعه الاسنان اللي بتوجعنا دي ليها فايده؟ طبعا ليها فايده. فايدتها ان هي بتقول لك ان في مشكله، انا المنبه ان في مشكله فعالجني. فلو انت قتلت العصب ده كله وفي مشكله، هل العيان ده هيعرف ان في مشكله؟ لا. فهيفضل 3 4 سنين بدون مشاكل وبيشكر في الدكتور اللي اشتغله ده، بيقول لك انا ما حسيتش بحاجه والدكتور ده اشطر واحد شفته في حياتي. 3 4 سنين وتبدا السنان تقع وتتكسر لان انت عامل لها حشو عصب، فبتضعف. حشو العصب بيخلي السنه يعني قويه شويه. اول ما تموت العصب بتاعها السنه بتضعف طبعا. فاحنا ما بنعملش حشو عصب غير في الضروره القصوى، يعني سنه سنتين. لكن هو عامل له في 10 اسنان فوق علاج جذور. لو شفت الحاله بعد هتلاقي طبعا الـ بص، شايف التركيبات عامله ازاي؟ مأساويه مأساويه. اولا شكلها سيء جدا، سيبك بقى من شكلها، السنان مبروده كلها معمول لها حشو عصب. هل العيان ده هيتوجع في يوم من الايام؟ مش هيتوجع. ليه؟ بس فجأة هيلاقي نفسه، فجأة هيلاقي سنانه واقعة ومكسورة. بس على فكرة ممكن يتوجع بسبب التهابات في اللثة. بالظبط. بس دي بتحصل بعد 3 4 سنين. ايوه. ما بتحصلش في لحظتها.
يعني انا عندي استعداد اتحمل المريض بتاعي ان هو يجي لي بعد اسبوع مثلا عنده وجع ولا حاجه عشان اعرف ان في مشكله وعالجها له. بس دي قله ضمير. بالظبط. فالموضوع ده بقى منتشر خصوصا مع الـ 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 الناس اللي غير مصريين اللي بيجوا عايزين يعملوا اسنانهم، لان مصر دلوقتي بقت من الدول الجامده في طب الاسنان. فبيجي بيتعرض للعلاج السياحي. بس هو برضو خلي بالك يا دكتور ايمن، هو العيان برضو بيساعد في كده لان هو بيدور على ارخص سعر موجود. المفروض انا ما عالجش اسناني على ارخص خامه ولا ارخص دكتور ولا فيش الكلام ده. انا بروح بثق في دكتور في ضميره في ذوقه في كل حاجه يعمل لي تجميل المناسب ليا. طبعا بعد طبعا شفنا، لو شفنا الحاله بعد طبعا اتعالج، عالجنا بس فوق وما كانش لحق الوقت يعني. اللي عجبني قوي ان انت غمقت اللون، مش غمقنا اللون بس خليته طبيعي. بالظبط، الخامه طبيعيه شويه. اه الخامه طبيعيه يعني. لا اللي فوق دوت كارثه، لانه ده يعني لون تباشيري غريب. بالظبط فوق. وانا كمان سيبك من اركن الشكل على جنب، يعني مش بتكلم في الحاله دي عشان التجميل، انا بتكلم على موضوع العلاج السياحي. ما تروحش للدكتور يقول لك انا هعمل لك حشو عصب في كل الاسنان وبعدين اركب لك عليها كراونز او ترابيش، ده الدنيا مش مظبوطه. تعرف ان في مشكله، يبقى انت كده بتتعرض للعلاج السياحي. العلاج المظبوط بيتكشف عليك كويس قوي، كل سنه محتاجه ايه بيتعمل ليها، واحده محتاجه حشو بيتعمل، واحده محتاجه علاج جذور يتعمل، واحده محتاجه زراعه تتعمل. انما انا اقوم واخد الدنيا زي المقاولات كده، انا هبني عمار، هدي لي بقى كل العصب ده وركب ما بقيت اشوفها كتير قوي. طب في تعبير تاني بقى، تجميل بغرض العلاج، ده تعبير صحيح ولا مش صحيح؟ تجميل بغرض العلاج دي ناس بيبقى حظها حلو. ليه؟ هي اسنانه بايظه اصلا، فجاي هيعالج اسنانه وفي نفس الوقت الشكل حلو. الشكل الحلو ده انت ممكن يا دكتور ايمن، مش انت لو سنانك سليمه وحبيت تدلع نفسك شويه بتروح تعمل تجميل اسنان؟ فانت اسنانك سليمه بس انت بتعمل فينيرز او قشره ولا حاجه عايزها ابيضه شويه، عايزها طولها كويس، ده تجميل وانت اسنانك سليمه ما بتوجعكش. بيجي لي بقى ناس اسنانها شكلها وحش جدا وبايظه ومحتاجه شغل قد كده، بغرض العلاج مع العلاج ده بتاخد شكل حلو قوي. زي مثلا حاله زي دي، حاله زي دي طبعا قعدت تتعالج عند دي، باين كده ان هي عايشه عند دكتور السنين. ليه دي عايشه عند دكتور السنين؟ دي بتروح سنه تسوس تقوم رايحه حاشاها ومروحه، بعد ما تروح السنه اللي جنبها تسوس تقوم حاشاها، تكون الاولانيه سوست، فدي بتعيش عند دكتور السنين. انا بحب المصطلح بتاع عمره الاسنان، انا هجيب يعني دي هتيجي لي جلسه واحده اعمل لها كل السنين اعالجها ونغطيها بكفرز زي الحاله اللي بعد كده، في جلستين تخلص وتعيش مدى الحياه بالشكل اللي تحت ده. دي تركيبات اي ماكس كراونز. طب ليه ما عملتش فينيرز؟ ليه ما عملتش قشره خارجيه؟ لان الاسنان بايظه اصلا، احنا بنعمل كفر عشان يحافظ على السن. الكفر اللي بيحافظ على السن ده شكله حلو قوي. يعني دي لو اسنانها سليمه، في ناس بتيجي تعمل تجميل بس، لكن دي خدت علاج ومعاه تجميل. فمن هنا ظهر المصطلح اللي هو التجميل بغرض العلاج. بضرب عصفورين بحجر واحد. بالظبط، حاله زي دي برضه. دي صعبه دي. دي صعبه، والتركيبات، طب ايه رايك في التركيبات اللي هي مركبها؟ هي دي تركيبات؟ دي تركيبات. دي كارثيه، دي عملت التهابات في اللثه، هي معموله غلط التركيبات. معموله غلط، وطبعا الحديد باين هنا اهو لو شايفه على ناحيه الشمال. ده كده دكتور. بالظبط، فيوزد ميتال. ده دكتور اسنان وليس دكتور تجميل اسنان. ايه الفرق بين دكتور الاسنان وتجميل الاسنان؟ دكتور الاسنان يبحث عن الوظيفه. دكتور الاسنان العادي يبحث عن الوظيفه، يعني دي جايه له بتقول له سنتي مكسوره يركب لها طربوش عليها. اهتم بالشكل ما اهتمش بالشكل. طب هل هي الوظيفه عندها موجوده؟ اه موجوده، هي عندها كل الاسنان، بتعرف تعض، بتعرف تاكل. انما الشكل حاجه مهمه. فده كده راحت لدكتور الاسنان العادي اللي جنب بيتها. دكتور تجميل الاسنان ده بقى حاجه تانية خالص. لو شفنا حاله زي نفس الحاله، بص كده، ده كده اتعمل لها الوظيفه موجوده وفي نفس الوقت الشكل حلو قوي. بس علاج اللثه خد وقت قد ايه؟ اسبوع. اسبوع اسبوع اللثه. الحاله دي اتعملت كلها في اسبوعين. اسبوع لعلاج اللثه واسبوع لتركيب الاسنان. ده الجميل بقى ان احنا برضو اخترنا ماتيريال
شفافة شفافة جيدة جدا اتراكتيف للعين. هي ثانية كمان هي بتيجي في الأسبوعين دول جلس من جلستين لثلاثة فقط. يعني مش بتيجي أسبوعين كل يوم. يعني أنا بشوفها ثلاث مرات. ده عشان هي بتعمل شغل في اللثة. لو بتعمل أسنان بس بشوفها مرتين. فالموضوع بقى بسيط قوي. ما بقاش زي الأول يعني. هروح بقى لسؤال تاني مهم جدا أنا شايفه واحدة من أدعى الحاجات لتجميل الأسنان. الابتسامة اللثوية. الابتسامة اللثوية أنا عارف إن أنت بتحب موضوع الابتسامة اللثوية ده. عارف ليه بحبه؟ لأنه بيغير شكل الابتسامة بشكل كبير جدا. بيرسمها. تاني حاجة إنه من أكتر الحاجات اللي بتأثر على شكل الراجل أو الست. بالظبط. بيديك انطباع عن العيان ده إن هو مثلا كبير ولا صغير، طيب ولا شرير، اللثة بتفرق. بس في أنواع كتير قوي من اللثة. أبسطهم زي الصورة اللي موجودة دي. الأسنان أصلا صغيرة فمحتاجة تكبر، فأنت هتشيل من اللثة ودي بتتعمل في قد إيه؟ الكلام ده كله بيحصل في أسبوع. بنشيل من اللثة ونركب الفينيرز القشرة اللي تحت دي جلستين، الموضوع بسيط قوي. دي أبسط حالة من حالات اللثة. ستريت فورورد ما فيهاش أي فن. طب حالة تانية، حالة زي دي، دي أصعب شوية. ليه أصعب شوية؟ دي هنحتاج نشيل من البون شوية من العظم. في بروز شوية في العظم. فبنشيله وبنركب الأسنان. دي بتقعد قد إيه؟ بتقعد أسبوعين. يعني اتعالجت من فوق لتحت في أسبوعين. الصعبة بقى اللي بعد دي، دي اللي محتاجة فكرة شوية. إيه بقى الفكرة في الحالة دي؟ إن الأسنان أصلاً طويلة، صح؟ ده مش بس طويلة، ده في يعني الاتنين اللي في النص اللي هما سنترال انسيزور مش مظبوطين. طبعاً مش مظبوطين، والسنان طويلة واللثة باينة. آه. طيب أنا إزاي هحولها تبقى أسنان؟ لو أنا شلت من اللثة السنان هتطول أكتر. يعني لو قلنا مثلاً خلينا في الحالة اللي فوق، طول السن 10 ملي. وأنا محتاج أشيل من اللثة عشان أخفيها شوية، هيبقى طولها كام؟ 13 ملي. فهيبقى الشكل وحش جدا. فانت كده هتبقي جايه لي بتجملي اللثه وهيطلع شكلك وحش. شكلها وحش. دي اسمها بقى ترحيل للثه. الحاله تحت بقت الاسنان اقصر وفي نفس الوقت ما فيش لثه. دي اسمها ترحيل. دي حاله صعبه مش سهله. الحالتين اللي قبل كده سهلين. هنا في الحاله دي على فكره برضو مش متساويه اللثه على ناحيتين. طبعا يونيلاترال اللثه بتبان يونيلاترال. الناحيه اللي هي يمين العيان بين اكتر من ناحية الشمال. بالظبط. كل ده بيترسم والموضوع بقى بسيط وسهل. ويعني احنا بنشتغل مثلا في اليوم من الحاله دي بتاع حالتين ثلاثه مثلا. بقى المصريين كتير قوي عندهم مشاكل في اللثه كتير. ده لسه الفتره اللي جايه هتشوف مشاكل اكبر في اللثه. ليه كده؟ لانه في كراونات كتير اتعملت. أيوة. بدون دقه. انت مش ملاحظ يا دكتور ايمن ان الحالات اللي انا بعرضها كلها يعني اللي فوق دي عامله تركيبات اصلا؟ طبعا. كلها إعادة شغل. يعني فعلا كلها إعادات شغل. نفسي تجيلي حالة من أولها كده. أنا جاي أعالج سنين. نفسي تجيلي. سؤالي بقى، تصميم الابتسامة، تصميم سمايل ديزاين، هل أنتوا يعني أصحاب عالم التجميل تبالغون في استخدام هذا المصطلح؟ هو سؤال يعني ايه؟ سؤال اعلامي. اعلامي. سؤال اعلامي إجابتين. محرج. ليه اجابتين؟ انت بتجيلي فانا بعمل لك اعلان كده، انا هعمل لك تصميم ابتسامه قبل ما نبدا الشغل. فانت بتجيلي بتضحك اسنانك عاديه، ببقى بعمل لك اسنان، راسم لك اسنان على شكل وشك، بقول لك بص انت هيبقى شكلك كده. طب هل ده بيتطبق؟ لا ما بيتطبقش. تصميم الابتسامه الحقيقي ان انت تبقى جاي لي بمشكله في ابتسامتك وانا حلتها لك. خصوصا لو العيان يعني زي ما بيقولوا نمكي وبيفهم. لو العيان بيفهم انت هتبقى مستريح، لان هو بيجي عارف هيقدر شغلك، غير العيان اللي مش عارف انت عملت له ايه. يعني مثلا عيان زي ده صديقي وحد بحبه جدا. هو سنه كام سنه؟ اديله كام سنه كده من غير ما لا بالشكل ده اديله 50 55. بالظبط. ده فعلا السن بتاع 55. ولكن هو عنده 36 او 37. ده شيء غريب. انت شايف ايه من اسنانه؟ مفيش. وشايف اللي تحت بس. الفكره في العيان ده زي ما بقولك انا بيريحني العين اللي بيفهم. ان هو جه بيقول لي، هو جاي لي من عند دكتور تاني،
الدكتور التاني ده بيقول له انت ما عندكش اصلا مشاكل، ايه يعني اسنانك مش باينه بس اسنانك سليمه؟ طب ما هو الراجل ده يا جماعه عنده 36 37 سنه وشكله عنده 50 سنه، والراجل اصلا فاهم، فبيقول لك انا اسناني ما بتبانش. طيب نيجي بقى للتطبيق بتاع الحاله دي. اصعب حاجه في الحاله دي ان السنان اللي تحت باينه، فمعنى كده ان السنان اللي تحت طويله، فانت هتطول ازاي؟ فالموضوع محتاج ده بقى هنا السمايل ديزاين دي. كده انا اقدر اقول كده انا عملت تصميم ابتسامه غير الحاجات اللي بتتعمل بالكمبيوتر والكلام ده. هنا بدا يبقى بقى باين هنا التلاتين، هنا بقى بان سنه. طب طول السنه بقى كام؟ 14 مللي. بعمل اللي احنا اللي انا بعمل عنده سن مستغرب جدا، السنان طولها الطبيعي من 8 ل 10 مللي، انت عامل لي السنان 14 مللي؟ انا بقول له طول مالكش دعوه، اعمل لي 14 مللي عشان انا قدامي العيان، انا مش ببعت مش باخد مقاس وابعت المعمل، المعمل مش شايف العيان، المعمل شايف اسنان. لو عملها كده على طول هتيجي تحط له اسنان في بقه، يبقى الراجل ده دفع فلوس وخد سنان بيضه وجميله بس ما حدش شايفها. امتى بقى يشوفها؟ لو رفع شفايفه. وامتى مين بقى اللي هيرفع له شفايفه؟ عشان اوصله للمرحله دي، دي محتاجه تصميم ابتسامه. تصميم ابتسامه والحاله دي فيها شغل هندسي. الحاله دي احنا قصرنا السنان اللي تحت عشان نسيب مسافه للسنان اللي فوق ان هي تنزل شويه. اتعمل في قد ايه الكلام ده؟ في 5 ايام. طبعا اللون طبعا هو نفسه بقى اسنانه تبان، فمختار لون فاتح شويه، ومع ذلك مش باينه ان هي فيك، باينه ان هي طبيعيه. درجه الشفافيه بالظبط يعني ده افتح لون، ده بي ال 1 افتح لون بس مش باين ان هو قد، او مش باين ان هو في هو حاجه. هو بقول لك درجه الشفافيه مهمه بالظبط قوي، الماتيريال نفسها اللي بتختارها. تعال اسمع اسمعك ابو العريف وبعدين نكمل كلامنا بعد ابو العريف. يا بيشة عاوزة تعمل تجميل أسنان، قلت لها اعملي سيرش على الانترنت اكتبي بديل تجميل الأسنان، مفيش حاجة في الدنيا ملهاش بديل. زغرت لي حتة زغرة، قلت لها إلا أنت طبعا يا ست الستات، بس مثلا تجميل الأسنان اللي أنت عاوزة تعمليه، التبييض، القشور، الفينير، عارفين ديتهم، مكونات المطبخ تحققها لك. عاوزة أسنانك تبقى رقيقة كده وبوتيت، خل التفاح تتمضمضي بيه باستمرار. السنان مش مرصوصة كويس، سنة قدام سنة ورا، حبة فوق وحبة تحت، ما انتي كده كده بعد شوية هتخلعيهم، سنة الحياة. لما تخلعيهم الدكتور وهو بيزرع مكانهم يزحزح مكانهم شوية، يبقوا مرصوصين وزي الفل. مش بقولك مفيش حاجة في الدنيا ملهاش بديل إلا أنت طبعا يا ست الستات. كمية تخاريف ورا بعضها، ما سكتوا إيه بس؟ ما لازم نسمع النموذج ده. إيه الفاتي لما بتسمعه أو لما بيتوارد للصفحات الخاصة بطب الأسنان بيضايقك جدا غير اللي أنت سمعته دلوقتي؟ أكتر حاجة بتضايقني إن يقول لك مثلا الفينير بيبوظ الأسنان، بيعمل ريحة وحشة. طب أنت ليه يا دكتور مش عامل سنانك عملتها لهم؟ يعني عملت سناني مخصوص عشان الموضوع ده. الفينير حاجة حلوة قوي، الناس بوظت سمعتها. الفينير لو معمول مظبوط، القشرة التجميلية لو معمولة مظبوط والدكتور عدى الخيط بين الأسنان والدنيا اتلزقت مظبوط والتحضير كان مظبوط، ده أحلى قرار هتاخده في حياتك. لما تتعمل مظبوط، لما تتعمل مظبوط. لو اتعمل وحش هيبقى أسوأ قرار خدته في حياتك. مش أسوأ قرار، أسوأ تنفيذ. يعني القرار سليم بس التنفيذ هو الفكرة، إن مفيش رجعة. لو عملته مش مظبوط خلاص بتضطر تحول على طريقة تانية من العلاج. فهي دي السمعة اللي طالعة على الفينيرز. كل ما يجي عينة أنت حالتك محتاجة فينير، لا لا ده الفينير مثلا ده بيعمل ريحة وحشة. لا ما بيعملش ريحة وحشة، لو معمول غلط أو ملزوق غلط هيعمل ريحة وحشة. أنت تروح لدكتور، يعني أنت ينفع يا دكتور أيمن مثلا بعد الشر يعني إيدك توجعك تروح لدكتور عيون؟ ما هو أنت بتروح لدكتور أسنان مش متخصص في التجميل تقول له اعمل لي فينير، دي نفس القصة. دي القرار بتاع التجميل قرار مش سهل،
لانه احنا لازم نكون اولا رسمين الخطه العلاجيه، عندنا حاله تخيل، عندنا الادوات بتاعت هذا التخيل اللي بيقلب التخيل ده لصوره. انت بتشوف فعلا الابتسامه قبل ما بتتنفس، مش كده ولا ايه؟ طبعا. كل ده بيخلينا في الاخر نبقى في امان، امان من ان انا ارسم خطه ورديه والاقي نفسي مش عارف انفذها او بنفذها بطريقه غلط، او ما ارسمش خطه في الاخر واكون ارتجالي. لان شفت الحالات اللي انت وريتها لنا دي، تحس انها ارتجاليه في التنفيذ، محدش عامل بلان بالظبط. يعني ده كارثه، ده بيخش يبدا شغل وبعدين يكتشف، غير ما تبقى انت حاطط متخيل اصلا الشكل النهائي قبل ما تبدا. ده شيء مهم جدا جدا. ضيفي العزيز الذي يبدع دائما في حوار دكتور عبد الله متولي، اخصائي تجميل الاسنان والمؤسس لمركز برايت الاسنان، عضو جمعية الامريكيه لتجميل الاسنان، المصمم بالسمه المعتمد بالبي دي سي، نورت الدكتور وابدعت كعادتك. ده نورك يا دكتور. خليكوا دايما مع الدكتور.